اليوم على الزرقاء. ودكتور عمر صابر رح يحكي لنا أكثر عن تاريخ مدينة الزرقاء. وبنرحب فيكم في محافظة الزرقاء، محافظة العمال والجنود، محافظة المصانع، محافظة العطاء. وأهلا وسهلا فيكم فريق التلفزيون، وأهلا بفريق رؤية، وبنحييكم على برنامجكم اللطيف اللي بتحاولوا تلقوا فيه الضوء على الأماكن التي لها ذاكرة. متى أصبحت الزرقاء مدينة بشكل فعلي؟ يعني تقريبا الزرقاء تستطيع تقول أنه نهضة كبيرة بعد مجيء الأعداد الكبيرة من بعد الهجرة الفلسطينية الأولى 48، لأنه أنشأ فيها مخيم، أيضا زاد الإقبال على معسكر الزرقاء من أجل إعمار ما يستطيع من أجل اجتذاب العدد الكبير اللي وصل. لا ننسى أنه يعني أول هجرة جاءتها اللي هي من إخواننا الشيشان والشركس كانت في بداية القرن العشرين أو آخر القرن التاسع عشر، وهذا جعل في تموضع لسكان كبير إضافة للمهاجرين الشوام اللي جاءوا مع سكة الحديد. فالآن النشاط السكاني والنشاط الحياتي بدأ في هذه المدينة، واختارها الناس لوجود ماء. في عندنا سيل الزرقاء وكانت الينابيع الكثيرة اللي بتردفه. وطلعنا مع الدكتور لنكمل حديث عن هالمدينة. عندما تولى الحكم جلالة سيدنا أخذ قرار استراتيجي يتعلق بالزرقاء، خصوصا أنه الزرقاء اكتظت وأصبحت يعني تنمو بجناح واحد، هذا الجناح اللي هو غرب سكة الحديد. وكانت سكة الحديد والمعسكرات تشكل عائق خلينا نقول إداري يمنع تمددها باتجاه الشرق. فجأة سيد البلاد أخذ قرار بأن تزاح المعسكرات إلى أماكن أخرى ويفسح مجال للناس أن يتوسعوا شرق سكة الحديد. مدينة الزرقاء فيها أكثر من نقطة هامة بالنسبة للأردن. النقطة الأولى هي واحدة من الواحات التي تتجلى فيها الوحدة الوطنية بأجل تصوراتها، لأنه ما في قرية ولا مدينة في الضفتين ولا حتى في فلسطين الـ 48 إلا وفيها مجموعة تسكن الزرقاء، بالتالي هي بدون أي بهرجة ودون أي زيف تتعايش. أيضا ما شعرنا في لحظة من اللحظات فيها بأنه في لدينا تلك النعرات اللي تقوم على فلان شمالي مسيحي مسلم كذا درزي إلى آخره، بالعكس الكل يعمل من أجل نهضة البلد. من الناحية الديمغرافية إذن هي تشكل لنقل كما هي اسم قناتكم، تشكل رؤية مستقبلية لإمكانية التعايش الآمن في بلد ترعاه القيادة الهاشمية. من الناحية الاقتصادية الزرقاء قامت من أجل أن توفر فرص لصغار الكسبة، أنت تجد الإنسان بأبسط ما لديه يستطيع أن يعيش فيها. من هنا لما بنقول مدينة العامل تجد معظم المصانع كانت على أطراف الزرقاء. إحنا هون اللي ورانا هو الامتداد كله هكذا، هو مخيم الزرقاء اللي نشأ بعد نكبة 48. مخيم الزرقاء اللي نشأ بعد نكبة 48 وأصبح ينمو ويكبر. وطبعا المخيم بقي محدد بحدوده الجغرافية، لكن ما الذي فعله المخيم؟ أنه التكاثر اللي فيه أدى إلى خروج الناس إلى الأحياء المجاورة فعمرتها، ويعني استطاعت أن تنمي أحياء جديدة. منها تجد التاجر اللي في منتصف البلد، منها بائع الخضار، منها الصيدلي، منها منها منها. هذا مخيم الزرقاء، وهذه مدارس وكالة الغوث، وأنا درست في هذه المدارس وأنا طفل، وهي خيام. يعني لما كانت المدينة خيام، المخيم خيام، أنا درست فيه ولحقت فترة ما صار لبن طوب يعني تراب، ثم بعد ذلك لما بنتها وكانت الغوث بهذا الشكل وبتطور فيها دائما. نعم. وكان وخلينا نقول انه المدرسة الان تستوعب كم من طالب تقريبا؟ الان مدارس الوكالة هي عبارة عن 4 مدارس كبيرة، 2 للذكور و2 للاناث، فيها ما يزيد على 8000 طالب.
وهل هم من بكل الصفوف ولا بتوقف عند صف معين؟ اللي هي المرحلة الإلزامية اللي تنتهي بالعاشر. الآن خلفنا هون في معلمين بارزين اللي هم مدينة الملك، مدينة الملك عبدالله هي معسكر الزرقاء القديم، نعم. ثم خط سكت الحديد اللي هم العناصر الأساسية في إنشاء كانت الزرقاء. نعم، إضافة للسوق التجاري طبعا اللي اتطور بتطور المد العمراني البشري فيها. دكتور احنا هلا داخلين على الشارع هذا، ايش هذا الشارع الرئيسي الاول في مدينه الزرقاء اللي هو شارع بلديه الزرقاء اللي معروف مشهور بانه شارع مسجد عمر ومسجد الشيشان ومسجد البلديه ومبنى البلديه واللي بيؤدي الى ثانويه الذكور اللي هو ثانويه قصر شبيب. لا زال الشارع محتفظ بطابعه التراثي، الدكاكين المتلاصقه والمتقاربه، الشارع قليل العرض الى حد ما، صحيح صارت فيه طفرات عمرانيه متعدده لكن بقي محافظ على نمطه التراثي. حضرتك من ايمتى فاتح هون؟ 15 سنة. وهذا بالسوق القديم، سوق الزرق القديم. ويعني معظم الاشياء الموجودة او معظم الامور اللي انتم بتبيعوها هي الاشياء المجففة فقط الاشياء المجففة. معاشي يا سيدي، يعطيك الصحة. قد ايه بالله كيلو الدجاج عندكم؟ الكامل دينارين والمقطع ليرة وستين. أها، نحن الآن في المربع اللي هو المربع الأهم في مدينة الزرقاء اللي قامت على أساسه الحركة التجارية هنا. تمام. لاحظي الآن بقيت المحلات على نمطها القديم، محلات بايع الأدوات المنزلية واللحوم والخضروات ويعني ما يطلب الناس من قضايا عامة، مطاحن البن غير ذلك. الآن هنا نعم، هنا مثلا هذا مخبز الطابون القديم هنا. هذا مخبز قديم جديد. سيدي قد ايه لك فاتح هذا المخبز؟ سنين طويلة. كم سنة؟ يعني بجوز فوق ال 15 تقريبا 20 سنة تقريبا. 15 سنة تقريبا. بس يعني في تكنولوجيا، يعني شوفوا شباب التكنولوجيا بالماكينات، الخبز التنوري والتنوري والطابون. ايش بتبيعوا بالضبط؟ احنا بنبيع خبز قمح وبنبيع خبز خالة ومنبيع كعك ومنبيع كعك العيد، وعندنا خبز تنور وخبز اللهم صل على محمد كمال، يعني اكثر انواع الخبز موجوده. يلا ندخل على سوق الخضره. انت دخلتي من الجهه اللي فيها اللحوم. اهلا بالشيخ التمتير. السلام عليكم. هذا يا ستي من هو اسرته. اهلا وسهلا. من اللحامين. حياك الله سيدي. اهلا وسهلا. اللي هم اسره التمتير. اهلا وسهلا. هم اصحاب يعني الذبحه كانوا يكونوا، فهم بيعملوا تاج عن مدينه الزرقاء وعن مدينه الزرقاء القديمه. حضرتك اذا من اقدم التجار اللحامين، من اقدم اللحامين. اللحامين، تمام. وقد ايه يعني كم سنه ايام والد؟ زمان، صار فترة طويلة. يعني قد ايه بدك تحكي لنا؟ عندي حوالي 40 سنة تقريبا. يلا يا سيدي اعطيك. هذا هو هو يعني هو استلم من والده الله يرحمه ابو محمد. نعم نعم نعم. طب وايش اللي بيميز، يعني ايش اللي بيميز انه هذا السوق حافظ على شكله وحافظ على البضاعة تبعته؟ هل كمان يعني هو صار في تغيير مع الزمن ولا حافظ على كل شيء زي ما هو؟ لا، زي ما هو كل شيء، كل شيء زي ما هو. كيف السوق هون حافظ على زباينه وحافظ على بضاعته وحافظ على شكله؟ مش مهم مثل الاول. اليوم المولات كلها غطت على الاسواق، هاي اصبحت المحلات هذه ولا شيء، كله عم يفكر يطلع لبرا. ما شاء الله زحمه، وهي بنحكي موبايلات واحنا متسوق ولا شيء، هذا كله بس تفرج على البضاعه، ما حدا بيشتري. ما حدا بيشتري؟ لا لا، ولا حدا شاري فيكم؟ لا لا لا، هذا بساطه، معدودين. اما في فرق ليه؟ لانه في هناك اقبال على المولات ولا لانه المولات ما بعرف، كلهم بروح على المولات. هون كان في اول كان في زبون وكان في يعني زباين المحلات، اليوم فيش زبون، المارق الطريق
صنف عندك رخيص بشتري منه، مش رخيص برجع بدور على المولات. والكل بعرف الاسعار اكيد. ايوه وبالمولات بشوفوا بقول لك في عروض، انتوا اقوى منكم. هذا سوق السقط له الفوارغ والكرشات والقلوب والكلاوي والنخاعات والكبد وكل شيء، والروس والرجلين. نعم والاسنان. الاسنان من ضمن تيجي بونص مع الراس. اصغر لحام. قدي عمرك؟ شرحات تسويها 12. والحاج طلب منك تسويهم شرحات، يلا سويهم شرحات. سوينا صابع من الشيخ كمال. سيدي انت دائما بتيجي بتشتري من هون؟ بشتري من هون طعمها. ولحمتهم نظيفة. لحمتهم نظيفة. واحنا بالسوق ايش اسمه؟ سوق الايه؟ سوق الخضرة واللحمة. واللحمة والسقط. والسقط نعم. وهلا حضرتك عم تشتري كبدة؟ كبدة عندي بنت والدة وبدي اخذ لها كبدة. يا سيدي ألف مبروك ألف مبروك. شو جابت؟ ولد ومهندسة. ما شاء الله، الله يخليهم الله يخليهم يا سيدي، يتربوا بعزك وتضلك على راسهم. شرحات بقول لك شيخ يا زلمة ساوي انت مشان الله توحد الله يا حاج. يلا معلش يا حاج، نص ال 1500 ساوي شرحات صغيرة حبيبي، شغل شوي عارف مش هيك اصابع. التلفزيون بصور فيكم مش قال عني. حاليا موجودين، طلعنا من سوق الخضار وموجودين وين؟ الان احنا هذا الامتداد احنا موجودين وين؟ الان احنا موجودين امام معلمين بارزين في مدينة الزرقاء اللي هم مسجد الشيشان وبلدية الزرقاء. خلينا نبلش ببلدية الزرقاء. بلدية الزرقاء من اقدم البلديات اللي انشئت في الربع الاول من القرن العشرين. بدأت بشكل متواضع وكبرت. طب احنا هذا الشارع اللي عم نشوفه هلا دكتور، ايش هو هذا الشارع؟ هذا الشارع اللي هو امتداد من باب المعسكر الى ننتهي فيه في النهايه الى سير الزرقاء. احنا هون عم نقرا اللوحه اللي امام مسجد ابو بكر الصديق الشيشان مكتوب كان في الاصل اسمه مسجد المهاجرين، على اعتبار انه الشيشان جاءوا مهاجرين من يعني من بلادهم الى هذه المنطقه. الان بناء المسجد اتطور اكثر من مره، كان في عندنا مجموعه من الاعمارات تمت من لما كان مبنى طين ثم تطور وتوسع اكثر من مره. واخر محطه زياره الشيخ ابو هارون. وصلنا اذا احنا هلا عند الشيخ ابو هارون. نعم احنا الان في حاره الشيشان. هذه حاره الشيشان. نعم اللي هي خلف مسجد ابو بكر الصديق اللي كنا امامه. هون بيت سماحة الشيخ عبد الباقي جمه، وهنا أقرباؤه وأهله. يعني إذا المنطقة نعم. كلها بعرفوا بعض. نعم بيعرفوا بعض وعلى علاقة وثيقة مع بعض. وعلى رأس الطلعة من هون هناك مدرسة صلاح الدين اللي هي يشرف عليها الشيخ عبد الباقي للفقراء وللمساعدات ولغير ذلك. الآن ما زال هو مع إنه هو دكتور يعني متقدم بالسن، حضرتك قلت إنه نعم الآن سيدنا الشيخ الله يطول بعمره ناهز 90 ويعني الحمد لله لم يزل رجله سباقة لعمل الخير والقيام بما يلزم من إصلاح ذات البين والمواقف الوطنية والاجتماعية تشهده في كل صعيد. حضرتك ضليتك نائب بالبرلمان الأردني مدة كم سنة؟ نائب وعين وزير 45 سنة وشهر ويومين. ما شاء الله وحفظهم بالشهر واليومين. وكيف كان العمل العام وخدمة الوطن بشكل عام يعني بكل لهالقد سنين لـ40 سنة؟ والله أنا بما يخصني أنا أعتبر النيابة وأي مسؤولية أمانة، وأنا أعتقد أنني حاولت أن أؤدي هذه الأمانة بأمانة. أما عن ذكريات الزرقاء من زمان فخبرنا العونة بسموه العونة، الرجال بيشغلوا شغلة والنساء يشغلوا شغلة، النساء بيأكلن حالهم الغداء ويحطوا معهم والرجال لحال،
والمرأة كانت تلبس متسترة لا ترى قدمها. نعم. وهي فلاحة. أول ناس أجوا للزرقاء بعد الشيشان ب25 سنة بيقولوا 5 بيوت شوام، كان منهم بقالين كان منهم محامين. اللي أسس البلدية عندنا الله يرحمه بهاء الدين عبد الله. نعم. هو كان ابن الشيخ عبد الله. بيقولوا إنه أسسوا البلدية 28. ماذا فعل هذا الرجل؟ عنده أرض في الغور الشمالي، في الشمال جاب ماتور مزرعته. نعم. ويبس زرعه، حط الماتور للزرقة وسحب مية للزرقة، وكان يرش الشوارع كلها، جاب سيارة ولا تشوفي ورقة ولا سيق. أساسا كان عندنا ممنوع التدخين حرام، واللي بيمسكوه بدخن كان بيصلبوه، ما فك حلو إلا للصلاة طول النهار ووجول الشمس. واستمرينا بالحديث الشيق عن ذكريات زمان، هالذكريات اللي ما بتنتهي، مع الشيخ أبو هارون. وصباح الخير يا أحلى وطن.